وكابتن حسام، ايه اللي حصل يا كابتن حسام؟ الشوط الاول تاخد مننا اخطاء كتير جدا موجوده عندنا في البلوكات، التاتش بلوك. الزمالك خد مننا اكتر من كذا نقطه بسبب ان احنا نضيع تاتش بلوك بكل سهوله. ايه الاخطاء اللي حصلت عندنا في الشوط الاول خلى ان الشوط الثاني كمان والثالث يضيعوا مننا؟ طبعا في الاول هارد لك طبعا للنادي الاهلي، طبعا الماتش دوت خلانا نروح لماتش فاصل يوم السبت. يمكن انا قلت ان الماتش دوت ماتش مدربين، يمكن فرقه الزمالك كانت مذاكرانا كويس جدا، عارفين احنا مفتاح لعبنا ايه، نقط الضعف بتاعتنا ايه. الارسالات بتاعتنا النهارده ما كانش فيها توفيق خالص، يمكن من كتر التركيز ان احنا بنلعب على المحترفه بتاعت الزمالك الارسال او بين المحترفه ومريم متولي، فده خلى السيرف بتاعنا الفعاليه بتاعته بتقل جدا، ما كانش فيه باور في السيرف، فالاستقبال عندهم كان بيطلع بشكل كويس، ضرب السريع عندهم اشتغل كويس من نص الملعب. حاجه مهمه جدا ان فرقه الزمالك كانت عارفه مفتاح لعبنا، مفتاح لعبنا كانت بتتمثل النهارده تحديدا في المحترفه بتاعتنا طبعا، فده طبعا خلى البلوك هناك عنده اريحيه كويسه ان هو يعرف يطلع بلوك دبل بلوك كتير، تاخد مننا بلوكات كتيره جدا، وزي ما انا قلت برضو الكور الاوتو سيستم كتيره اللي كانت بتطلع، لان ارسال الزمالك النهارده كان كويس جدا، ما كانش هم بيحددوا بيلعبوا على مين، يمكن في اول الماتش كانوا بيلعبوا على المحترف عندنا، وبعد كده بدات الارسال كلها تبقى قصيره في نص الملعب، فاللعب كان بيطلع عندنا اوتو سيستم كتير، فاللعب باين عندنا واضح وصريح، ما كانش عندنا ضرب خالص من نص الملعب، فالبلوك في الزمالك كان دايما بيتحرك على مركز اربعه، مركز اربعه عندنا فخلاص دبل بلوك مستريح طالع بياخد الكوره، يمكن دوت دي الحاجه اللي خلت الزمالك دايما يبقى فارق عننا. فرقه الزمالك لما خدت بلوك كذا مره، مره واثنين وثلاثه، فخلاص ده بيدي الفرقه روح وثقه عاليه في الـ في, الـ في الاداء بتاعها، فبتبدا تتشرس على فرقه الاهلي. ده احنا شفناها كذا مره، الاهلي كان يبقى فارق وبعد كده الزمالك ارسالات قصيره، يبدا الاستقبال يطلع مش كويس، الاعداد لمركز اربعه او لثانيه عامه اذا كانت بتلعب امامي او خلفي في واحد او سته، هم حافظين خلاص، هم اديت اللعيبه بتاعتنا دي اللي بتضرب، البلوك رايح مستريح، فكور كتير عشان كده اتاخدت. يمكن الاعداد عندنا ما كانش موفق بشكل كبير، كابتن ابراهيم طبعا شارك البصرات التانيه، بس برده الدنيا ما كانتش احسن حاجه مع البصرات، فده خلى الزمالك يعرف يلعب علينا ماتش كويس. ده انا زي ما قلت ده ماتش مدربين.